أشواطنا مستمرة مشاهدينا متابعينا الكرام، والانطلاقات تتوالى شوطا تلو الآخر في هذه الأمسية الجميلة والرائعة، أمسية الثنايا بشعارات يا أصحاب السمو الشيوخ. انطلاقة سليمة ورائعة لشوطنا التاسع، شوط خاص بالثنايا البكار، نتمنى التوفيق للجميع. ومع هذه الشعارات المتميزة المنتشرة على أرضية هذا الميدان نسير بالصدارة، نتابع بداية هذا الشوط، نتابع المقدمة وسرابة من قادة المجموعة بشعار هجن سيح السلام، ومتابعة سيب بن أحمد بن خريدة في عملية تضميرها وتدريبها من تنطلق الاندفاع التلقائي الحاضر دائما مع الأمتار الأولى، هملولة مع المركز الثاني بشعار هجن الرياسة، ومتابعة علي بن ميل الوهيبي النقلة التالية مع المركز الثالث والشاهينية من تتقدم على مستوى المركز الثالث بشعار هجن العاصفة، ومتابعة غياذة الهلالي ننطلق مع المركز الرابع كي أرى التقدم أيضا من عمق الميدان مع الشاهينية لهجن ند الشبا سالم بن سعيد من يقودها بهذا الاندفاع وبهذا الانطلاق المتجدد. خامسا مشاهدينا متابعينا الكرام، نتابع الكايدة مع المركز الخامس بشعار سمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيفان الهيان الصادق فضل الأمين، يعلن تقدم الكايدة مع المركز الخامس. سادسا من الجانب الآخر أرى القدوم أيضا مع الشاهينية التابعة لهجن العاصفة ومتابعة غياثة الهلالي، بينما إذا انطلقنا مع المركز السابع بأرى التحديات لفي لسمو الشيخ نهيان بن ذياب بن سيبر محمد آن نهيان الصادق فضل الأمين، يتابع في مع المركز السابع وثامنا. مشاهدينا متابعينا الكرام، أرى الأسامي القادمة وريمة بشعار سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم، وتقدم سعيد بن عبيد الحميري، بينما إذا انطلقنا مع المركز التاسع بأرى التسلل في هذه اللحظات والتقدم. مشاهدينا متابعينا الكرام، نتابع القدوم والتحديات من ترحيب من هجن البشاير عبد الله بن طويرش بن محمد الوهيبي، يقدم ترحيب مع المركز التاسع عشر الانطلاقات عشر التحديات. نتابع التحديات والتقدم والانطلاق في هذه اللحظات لمذيار بشعار هجن الرياسة سهيل بن أحمد بن دري الفلاحي مقدما لتحديات مذيار مع المركز العاشر. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، نداءنا الأول وجولتنا الأولى مع العشر الأسامي المذاعة والمنطلقة والمندفعة بتحديات هذا الشوط. لنا عودة مع الصدارة، لنا عودة مع البداية مع المقدمة، وأرى هناك أيضا هملولة من قادة المجموعة من انطلقت بناموس هذا الشوط مع الكادر العلوي لقناة دبي ريسينج، هملولة بشعار هجن الرياسة الشعار الغالي على قلوب الجميع، الشعار الحمر ينطلق ويندفع بناموس هذا الشوط، ومتابعة الظافر علي بن يميل الوهيبي، ولكن أرى الضغط القادم والتحديات القادمة مع الشاهينية اللي انطلقت بتحديات هذا الشوط بالشعار الملكي شعار هجن العاصفة، ومتابعة غياث الهلالي مقدما لتحديات الشاهينية. مع هذا الانطلاق المتميز مع هذه العروض الجميلة والرائعة، نتابع المركز الثاني، نتابع هملولة، نتابع هملولة مع المركز الثاني بشعار هجن الرياسة يقدمها الظافر علي بن يميل الوهيبي، نتابع المركز الثالث كي أرى التقدم، كي أرى التسلل، كي أرى الانطلاق القادم مع الشاهينية التابعة لهجن العاصفة، يقدمها غياث الهلال على مستوى المركز الثالث. نتابع المركز الرابع،
نتابع المركز الرابع والقدوم في هذه اللحظات مع الشاهينية التابعة لهجن بشعار هجن ند الشباب الفعل، وتقدم سالم بسعيد في عملية التضمير والتدريب. بينما انطلقنا مشاهدينا متابعين الكرام نتابع مذيار، نتابع الكايدة عفوا، تتقدم في هذه اللحظات تتسلل مع المراكز المتقدمة بشعار سمو الشيخ محمد بن ذياب بالسيف آر الهيان، ومتابعة الصادق فضل الأمين الانطلاق أيضا. والقادمة في هذه اللحظات مذيارة التابعة لهجن الرئاسة تتقدم مع المراكز المتقدمة، متابعة سهيل بن أحمد بن دري الفلاحي من يقدم مذيار مع الأسامي المتقدمة مع الاندفاع الواضح. نتابع المركز السابع وللتقدم أيضا والانطلاق مع ريمة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم، يقدم ريمة بهذا الانطلاق سعيد بن عبيد الحميري. بينما إذا انطلقنا مع المركز الثامن بقرة فيتاتي ثامنا لسمو الشيخ الهيان بن ذياب بن سيف بن محمد آل الهيان، والصادق فضل الأمين من يتابع تحديات في مع المركز الثامن. تاسع الانطلاقات، تاسع التحديات الشاهينية القادمة مع المركز التاسع شعار هجن العاصفة ومتابعة غياث الهلالي. نتابع المركز العاشر، أرى القدوم في هذه اللحظات والتسلل مع أمجاد لهجن الغرافة، سالم بن عامر المدهوشي مقدما لأمجاد مع المركز العاشر. هذه النتيجة تحديات هذا الشوط في هذا المسار المتجدد لنا عودة مع الصدارة ومع حزام الغابات، مع هذا الانطلاق المتميز، مع هذه العروض المثيرة الشاهينية من تقود هذه الجموع بشعار هجن العاصفة وغياث الهلالي متابعا لهذا الانطلاق. ولكن الضغط القادم، التحديات، التنافس الواضح لمذيار مع المركز الثاني بشعار هجن الرئاسة، ومتابعة سهيل بن أحمد بن دري الفلاحي من يقدم مذيار مع المركز الثاني. المركز الثالث تاتي الكايدة لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيفان الهيان، الصادق فضل الأمين يقدم أيضا هذا الاسم على مستوى المركز الثالث. هملولة تاتي رابعا بشعار هجن الرئاسة، ومتابعة الظافر علي بن يميل الوهيبي ننطلق مع الشاهينية مع المركز الخامس بشعار هجن ند الشبه سالم بسعيد في عملية تضميرها وتدريبها. في تتسلل تتقدم مع المراكز المتقدمة في وبشعار سمو الشيخ الهيان بذياب السيب محمد آر الهيان، متابعة الصادق فضل الأمين، ومع المركز السابع الشاهينية التابعة لهجن العاصفة متابعة غياث الهلالي. يقدم الشاهينية مع المركز السابع. المركز الثامن تصل الأمجاد في هذه اللحظات أيضا تتقدم بهذا الانطلاق الواضح وبهذا الاندفاع المثير أمجاد بالشعار هجن الغرافة، ومتابعة سالم بن عامر المدهوشي المركز التاسع. تصل تتقدم الشاهينية من هجن ند الشبه سالم بسعيد في عملية التضمير والتدريب. وعلى مستوى المركز العاشر تصل مشاهدينا متابعين الكرام الشاهينية التابعة لهجن العاصفة ومتابعة غياث الهلالي. هذه النتيجة، النداء الثالث، الجولة الثالثة مع العشر الأسامي المذاعة والمنطلقة والمندفعة بتحديات هذا الشوط. غادرنا روحة الاثنين كيلومترات، غادرنا بوابة المدرج الاتجاه السليم والصحيح إلى خط النهاية، والشاهينية تقود هذه الجموع بشعار هجن العاصفة متابعة غياث الهلالي. مذيار مع المركز الثالث من هجن الرئاسة السير بن أحمد بن دري الفلاحي مقدما أيضا لهذا الاسم مع المركز الثاني. من قدم الأسامي اللامعة أيضا مع هذا الشعار يقدم مذيار
بهذا التقدم وبهذا الاندفاع الجميل والرائع. هملولة مع المركز الثالث لهجن الرياسة الظافر علي بن يمي اللوهيبي في عملية تضميرها وتدريبها. أمجاد من الجانب الآخر على مستوى المركز الرابع لهجن الغرافة ومتابعة سالم بن عامر المدهوشي. من يقدم أمجاد مع المركز الرابع؟ المركز الخامس القدوم والتسلل مع الشاهينية لهجن ند الشبه سالم بسعيد في عملية التضمير والتدريب. ومع المركز السادس تقدم تحديات في لسمو الشيخ الهيان بن ذياب بن سيب بن محمد آل الهيان الصادق فضل الأمين. يتابع في مع المركز السادس المركز السابع. المركز السابع يصل شعاري هجن العاصفة بتقدم الشاهينية ومتابعة غياد الهلالي. ثامن الانطلاقات ثامن التحديات الكايدة لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيب آل الهيان الصادق فضل الأمين في عملية التضمير والتدريب. ومع المركز التاسع والعاشر تات الشاهينية والشاهينية الأخرى الثنتين بشعار هجن ند الشبه يقدمها سالم بسعيد في عملية التضمير والتدريب. واللحظات الأخيرة مغادرتنا للوحة 800 متر النهائية المتبقية من عمر هذا الشوط. الصدارة والمقدمة ولكن أرى هناك مذيار، أرى مذيار اللي قادت المجموعة ما شاء الله تبارك الله. التحديات رائعة في هذا الشوط ومذيار تشق طريقها إلى الانتصار بشعار هجن الرياسة ومتابعة زهير بن أحمد بن دري الفلاحي. المركز الثاني الشاهينية لهجن العاصفة انتقدم غياث الهلالي. واللحظات الأخيرة جولة الأوامر النهائية مذيار بدت تباعد. يرت الشوط في الأمتار النهائية وفي اللحظات الأخيرة ما شاء الله تبارك الله. تهانينا لهجن الرياسة مع تقدم مذيار بالمركز الأول. تهانينا للسير بن أحمد بن دري الفلاحي ولحظات اقتراب مذيار من خط النهاية. سلام لهجن الرياسة، سلام بهذا الأداء المتميز بهذا العرض الجميل اللي قدمته مذيار. تهانينا للسير بن أحمد بن دري الفلاحي. المركز الثاني جاءت في لسمو الشيخ الهيان بن ذياب السيب بن حمدان الهيان. المركز الثالث أمجاد من هجن الغرافة. المركز الرابع والخامس بشعار هجن العاصفة مع الشاهينية والشاهينية الأخرى. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام لمراكزنا الخمسة المتقدمة. لنا عودة مشاهدينا متابعينا الكرام مع التوقيت الزمني 12 دقيقة 52 ثانية جزئين من الثانية هو توقيت مذيار. تهانينا لهجن الرئاسة، تهانينا للسير بن أحمد بن دري الفلاحي مع هذا الانطلاق المتميز والعرض الجميل اللي قدمته مذيار في مع المركز الثاني 12 دقيقة 52 ثانية 7 أجزاء من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ الهيان بن ذياب بن سيب بن محمد الهيان. تهانينا للصادق فضل الأمين واللي وصلت مع المركز الثالث. هذه لحظات وصول مشاهدينا متابعينا الكرام أمجاد 12 دقيقة 54 ثانية 7 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن الغرافة، تهانينا لسالم بن عامر المدهوشي.